في آجال قياسية وبمؤسسة جزائرية اتحدت في مجمع وطني لإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين مسيلة وبوكزول. طول هذا تعدم في الشلة 151 كيلومتر، شركة راهيك عبر على 120 كيلومتر دي زاتولي طول لون دو سيف 120 كيلومتر، دونك سي ان بروجي سي لا بروميير فوا كسا عاريف. أكثر من 11 مليون متر مكعب من الأتربة والحصيد تنزع لإنجاز المشروع الذي يتطلب بناء 61 جسرا عملاقا و 51 جسرا آخر للمركبات. يعبر تراب ثلاث ولايات، ولاية المسيلة حد 98 كيلومتر، ولاية الجلفة 45 كيلومتر، وولاية مدية 8 كيلومتر. المشروع يعتبر همزة وصل بين شبكات السكة الحديدية الشرقية الغربية الشمالية والجنوبية، سيصبح المحور الرئيسي لشبكات النقل لولاية المسيلة والولايات المجاورة. وراح نفك العزلة بالطبع، وراح نكون مدن في تنمية المدن. مشروع استراتيجي يمكن القطار من السير بسرعة 160 كيلومترا في الساعة، ينجز من طرف شركات وطنية بخبرة جزائرية لكن بنوعية عالمية.